يا رجل، يا رجل، هارون عليه السلام نبي، نبي. يرجع له موسى يقول له انت ايش سويته؟ ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني؟ افعصيت امري؟ واخذ طبعا هي كما في الاعراف اخذ ايه؟ بلحيته وراسه يجره اليه، تعال قل له. موسى طبعا يعني ايش دخله هم عظيم وغضب كبير جدا، يعبدون عجلا ذهبيا، دوروا حوله كالمهابيل المساطيل قاعدين بسبحوا بحمد عجل، الله اكبر، هذا يا امتي؟ قال له موسى، وانت ايش بتساوي؟ شده قال له يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. قال له انا ما مستحيل ارضى بهذا، انا نبي، ولكن انا نظرت الى المساله من زاويه اخرى. وسبحان الله، هذه الزاويه واضح ان الله ما ذكرها لنا وما عرج على ذكرها الا لكي يعلمنا انها اقامت عذر هارون، انها اقامت عذر هارون. هارون معذور وعنده عذر وتصرفه السليم. ايش تصرف هارون؟ بدي غض الطرف، بدي غض النظر عن شركهم وعبادتهم العجل، كفرهم بالله، من اجل هدف اخر. لا يستقيم الدين ولا الامه، يعني لا تستقيم لا الدنيا ولا الدين الا به، وهو ماذا؟ حفظ وحده الجماعه واستقرارها. ما في دين، ما في اديان ولا اوطان اذا اختل ايه؟ حبل الامن وتمزقت الامه، راح الوطن وراح الدين، يلا خسرت كل حاجه انت باسم الدين يا فهلوي. فاهمين للدين طريقه غريبه جدا، ما قراتوش القران؟ الم تقرأ سوره طه هذه؟ وما شفتوش السيره النبويه؟ نفس الوضع في السيره النبويه، خلينا نشوف كيف زاويه جديده هذه. قال له اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. السؤال، ما هو القول الذي طلب موسى من اخيه هارون ان يرقبه؟ قال له اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هيك كانت هاي في الاعراف. قال له انا رايح اخاطب ربي واتلقى الوحي وكذا، وانت هنا بتضلك خليفتي وبوصيك يا هارون اصلح. فهم هارون ان من الفساد الذي هو ضد الاصلاح على طول الخط تفريق ايش؟ وحدة الجماعة. حتى لو كان السبب هو ايه؟ الدفاع عن التوحيد في ايه؟ في قبال ماذا؟ الشرك وعبادة العجل. قال لك بهمش، الله يلعن الفعل اللعين تبعتهم هذه، بس نصبر عليها لما يجي موسى صاحب الامر وشوف كيف يتصرف، لانه هو عنده سلطه اكبر، بس انا ما اقدرش باسمي ادافع عن التوحيد افرق الامه واصير حرب اهليه يقتل ايه قومي بعضهم بعضا، بكون دخلت في سبيل ماذا؟ المفسدين. شفتوا كيف الوعي؟ هذا نبي، انا نبي هذا، لا دارس زينا علوم اجتماعيه وانسانيه، النبي عنده فهم الهي وما عندوش الرياء الكاذب تبعنا، يعني بعضنا عشان ما نظلمش الناس، ما عندوش الرياء الكاذب تبع بعض المسلمين اللي عامل حاله هو يعني ما شاء الله عشان حرصه على الاسلام والاسلام والتوحيد واتقوا الله ويقعد يصرخ فينا ويحرق البلد. كذاب كذاب كذاب. لو كنت صادقا في عواطفك وصادقا في مواقفك وتدينك لفهمت فهم هارون ومحمد ان وحده الجماعه ووحده البلد اهم من اي شيء اخر، اهم من تحكيم الشريعه واهم من كذا. تحكيم الشريعه بدري عليه، كل شيء بيجي وقته، ولا مش صحيح؟ وبعدين حدا مانعك تحكم الشريعه؟ حكمها في بيتك، حكمها في اسرتك، حكمها في سلوكك، وخلي هذه حكم وانا حكم، وما بدناش بعدين لا قاضي ولا حتى ايه سلطان، احنا صح ولا لا؟ احنا عايشين احنا في النمسا، انتوا عايشين في النمسا، في حدا يامرنا نحكم الشريعه؟ في حدا يامرنا نقوم نصلي خمس صلوات في بيوتنا هنا في الشتاء وفي البرد وفي اي وقت بدنا اياه؟ في حدا يامرنا نغض طرفنا طرفنا عما حرم الله تبارك وتعالى؟ ما بننظر، ما بنسمح لحنا ننظر الى ما حرم الله. عورة المرأة ما بنحب نطلع عليها. ايش هذا الدين؟ دينك، دينك انت تحرزه، انت حفيظ عليه، انت وكيل على دينك، مش دولة ومش قضاء ومش شرطة، دينك. الدين شيء بينك وبين الله، ولما تعمل بتعمله لله مش عشان الناس، ولا مش صحيح؟ بلاش بلاش هذا الرياء الكاذب كمان، دمرتوا اوطاننا، دمرتوا بلادنا، دمرتوا كل شيء، وقال باسم الجهاد، قال لك جهاد. ليش هذا الجهاد ما جهدوش محمد؟